بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة فوز المرشحة الفرنسية السيدة أودري أوزولاي بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وعرب جلاله الملك المفدى عن خالص تهانيه للرئيس الفرنسي بهذا الانجاز وما تتمتع به المرشحه الفرنسيه من مكانه وسمعه اهلتها لنيل هذه الثقه مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو متمنيا لفخامته موفور الصحه والسعاده ولشعب الجمهوريه الفرنسيه الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار